احنا ندافعوا على بني وحجر والذات الإلهية وشخص الرسول صلى الله عليه وسلم يتمس ويتدنس أمام عيوننا، واحنا لو خيان كل واحد رفع لي شعار قدامه في مني ناشد مانيش عارف، احنا سلطة عليا في البلاد، المفروض الشعب يجي يكتب لنا شعارات باش نقراها، بدنا احنا كاتبين شعارات لمنن والرفاع مش عارف، اكتب عندك سيد وزير الداخلية يلقى القبض فورا على هذا اللي يسمي نفسه فنان ويحل العدالة فورا. أني عملت مشكلة على العلم المفدى وقت اللي نزله أولاد من أولادنا، اليوم الذات الإلهية وشخص الرسول يتمس وتدورون له نخته يلقى القبض عليه فورا، احنا سلطة عليا وانت تخدم وزير داخلية تحت امرتنا، يلقى عليه الفور ويحل العدالة فورا، ما هوش فوق القانون السيد هذا، حرية تعبير وحرية فن، ليه لك تعبير وفن يدخلوا في وجهك يجزموه، قال لي تعبير فن وتعبير وحرية وحقوق وندرس هوا، عملنا ثورة باش تمس ربي والنبي انت، كفار احنا، التونسي يدخل البار يقول بسم الله ويشرب الخمر، والله لك تسبح ذا الجلالة لا ما يذبحك، وهو خارجي، جاء السيد هذا حفيد عبد الله بن سلول وحفيد الصهاينة يمسنا الذات الإلهية ويتعدى لنا أقدس مقدساتنا اللي هو ربي والنبي والحب لنا نصفقوا له، قال لك شنو حرية إبداع؟ لا لك بدعة قصت كرونتك، لكان بعد الثورة جيت متواسع، منو بعث السيد هذا الخامش هذا؟ ولا أعطيها 4 فرنك من سفارة ولا من الله أعلم من جهة أجنبية جيت تفزعك على التواسع هنا؟ أقدس مقدساتنا هو ربي والنبي، خط أحمر غير مسموح به لا يساري ولا يميني ولا بلوط، ان شاء الله تنهد المحاكم والمراكز كل النبي وربي ابجل من كل شيء، وبعدها وجهها للامل والامل، وعلى كل حال الامل بدير الحيط القصير اللي يجي نقصه الله غالب علينا، عقلياتنا ما تنظفش، راهي بلاد بلا امل ما تمشيش، بلاد ما فيهاش امل في كل الكره الارضيه ما تمشيش، لكن تو ال 217 هذولا شلكنا ازيد من اللازم، هجمانا حتى السيد وزير الماليه خذي فينا باي، بدنا انتهازيين عند السيد احنا سراق احنا لصوص ناخذ في حاجات غريبة عجيبة ما يعرفش بها الشعب. منحة النايب 200 و 2 ملايين و 270 فرنك ولا مش عارف قديش. ردوها الناس 6 ملايين ما تقصش علي من فضلك سيد الرئيس. لا 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 نحب ناخذ باي في كلامي يديك ربي ما تقصش علي. لا خذيته وفتوا الباي. لا لا من فضلك سيد الرئيس. لا 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 تو من الفلوس تو ربي ونبي يا عمي الفلوس. خذيته سي ابراهيم. باهي تتكلم بالتوافق مع رئيس الكتلة. 10 ثواني الحكاية تفضل راهي الحكاية راهي فاتت الفلوس وفاتت الشعب وفاتت الجمهورية وفاتت الكرة الأرضية والكون راهو مس مصورة بالذبان الممسخ المعفن مصور ربي بالذبان المعفن حتى طبع سكر ما قدش يكتب الله بطبع سكر بشوي دقلة كي أنت تحب تكتب اسم الله اكتب بالقلم وقول معلك شانك فيه عبد وربي كاتب ابن ماله وذبانه يا معفن يا ما عندكش حتى احساس فني شكرا. هو احساس فني ما عندكش السيد هذا بارك الله يا فيك. سيد وزير الداخليه من فضلك اكسب هذا امر من مجلس تاسيس السلطه العليا في البلاد يلقى القبض عليه ويحل العداله